بسم الله الرحمن الرحيم. دی وخت کې زه په سیدوک با کې ولاړ ما سیدوک با دا الجیریا وړوکی غوندې ټاون دی، او دلته اوکبا ابن نافع رضی الله تعالی عنه قبر مبارک دی، دلته مدفون دی. نو زه دلته راغلی ما او ویم چې کم مخکې مطلب پلو پښتنونو ته دا زاخل بالارونو ته د نوخار او د پاکستان خلکو له وخیم چې داسې یو نامتو سپه سالار او د مسلمانانو یو غټ جرنیل او صحابي رسول هم دی. نو هغه د سودان نواله تر مروک پورې چې کم فتوحات کړو، نو هغه دلته بیا شهید کړی شو، دلته کې دفن کړی شو. او زه په خپلو چې کم مولیان صاحبان دي، نو هغوی دویم چې په د جمعې په خطبو کې د دوی ذکر خامخا کوي، کړی به هم وي، خو د هغې باوجود هم زما دا ریکوست دی چې یاره دی د دې نامتو سپه سالار او صحابي رسول صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې، او د دوی په دغه کې چې کوم دی نو نوم اخلي او د دوی بیان کوي، نو ثواب به هم دی او بل دا چې خلکو ته د خپل تاریخ پته ولګي. نو اوس انشاءالله ګورو ای مزار ته ورځو. راځئ دا چې د هغوی قبر مبارک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای دا چې د دې ځای امام دی او دی ما سره ملګرتیا کوي، او اوس په دا جی دا اوکے شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا اله الا الله محمد رسول الله. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. قل هو الله احد، الله الصمد، والله وحده لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. داجي صحابي رسول حضرت عقبة ابن النافع الفهري القريشي قبر مبارک دی، دلته په الجزایر کې دی. او زما د ډېر وخت نه اراده وه چې زه دلته کې راشم او دی زیارت وکړم، نو الله تعالی ماته نن دا موقع ولوکه دا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک دی اسلام ته بری ورکړي، پاکستان ته ازاخل بالا موته زما طرف نه ازاخل بالا او طرف نه، یا الله تعالی زم درات له قبول منظور کی د پاکستان طرف نه. نو دا جی قبر مبارک دی او بای ابن رحمت الله علیه. دلته بزن ټول ورځې ما او مونځونه به کوم، او بیا ماسخوتن بزن دا زما اراده ده انشاءالله. حاجی دا امام دی. الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نما ټول مونږه تا جنان خبر او دا خبره دغه اصلي قبر د لاندې دی راته کولو په لاند کې دی دانو کولاوي دغه ورته لګولي، خو بس دا زموږ نصیب کو چې لاس وای الله تعالی. اوکې مهتلي شکرا. وو پرلې مو کومو الې اوګ باندې نافي او اصحاب رسول. اصحاب رسول وای سي لمکه موزمه après là, on commence le Soudan. Vous parlez? Oui. Oui, après? Aqba ibn Nafa. Oui. Elle a été née une année avant l'hijra du prophète Mohammed. Une avant? Une année avant. Avant. Avant l'hijra. Quand la hijra à Medina. Hijra à Medina. Ha. A été née. Oui. Quand le prophète a été décédé, Aqba ibn Nafa a été 11 ans.
C'est un petit sahabi. Petit sahabi. Petit sahabi. Ouais. Et à la descente du prophète, à la descente de Akum Nafa, il est arrivé à la même génération. Ouais. Bni Fihr. Ah bon? Bni Fihr. Ok. Bni Fihr. Ok. La même génération que le prophète Mohammed. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ouais. A été venu conquérir à l'époque de Khalifa Omar ibn Khattab le 20 après l'Égypte sur le commandement de Amr ibn al-As pour conquérir l'Égypte. Quand il fait conquérir l'Égypte, Amr ibn al-As a donné l'ordre à Aqba pour conquérir le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. Ensuite, il est conquérir quelques villes se trouvent à Libye, comme Faddan, Wazan. Quand il a conquéri la ville de Barqa, a été resté comme Wali. Il est resté 20 ans à Barqa, oui. Jusqu'à l'époque de Muawiya ibn Abi Sufyan. C'est lui qui a donné l'ordre à Aqba pour conquérir le nord de l'Afrique. La première chose qu'a fait Aqba ibn Nafa pour فجي داي ويجي رضا أقبى من نافع رحمة الله عليه كمنين ودا رسول السلام تكلا مقيم وزمينة هجرتكو نو داغين يوكا المخ كي داي پا مقام ومعظمة كي پيداشيو پا قريش خاندان كي دا داي نثبت داغاشي كمنين و قريش خاندان رسول صلى الله عليه وسلم نيوكا المخ كي او دا مطلب ايه چي دا وروك صحابيو او دای رسول الله صلی الله علیه و آله سره ملاقات هم شو او غیبی عدل ته کې کوم دین او د دغه نه چې آغاز کو د سودان نه مصر نه چې د فتک بیا د لوی چې هر ته په مخ کې لاړ شه د په مخ کې راو د دیل ته یو دغه په کیروان کې یو جماعت ولته یو به سم جوړ کړو او د متعلق نورم ډیر فتوات او د تاریخ شته نو دا خو کده ما ته سوی نو دا خو ډیر لوی تاریخ دی نو تاسو په یوټیوب باندې یا په دغه باندې او په ابن نافع رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنہ داغه وخینو هغه دا ویډیو به ډېر اوږده شي نو زه یم چېرته تاسو هغې نه معلومات حاصل کړي خو بیا هم دې لګیا دی ما ته لږ هسټري بیانوي. اوکې سي پاسیبلي وپې فین عربک نو پرابلم عربک عربک وی عربک نو دی به عربک کې دغه کې نو زما ترانس کولو ضرورت پته کرا نه شي چې دغلته ډېر خلک شته عربک کې ترانس کولی شي ټیک شته نو دی به په عربک وی. أوكي. بعد ذلك عقبة ابن نافع أول خطوة قام بها لكي يستقر الإسلام في شمال إفريقيا أن بنى مدينة القروان. لما اختار ذلك المكان أعاب عليه أصحابه، أي لامه أصحابه كيف تبني مدينة في هذا المكان، هي غابة كثيفة فيها الوحوش والسباع والضباع والحيات. فقام وجمع أصحابه وصلى بهم ركعتين ثم قال أمنوا ورائي، فارسل الدعاء ثم قال أيتها الوحوش أيتها السباع أيتها الحيات نحن أصحاب رسول الله إن نازلون هنا فارتحلوا عنا. فصاح في أصحاب قال كفوا عنا، فتركوها مدة 3 أيام فخرج لك السباع والضباع الحيات وأقام مدينة القلوان. بقي في بنائها مدة 5 سنوات من سنة 50 هجرية إلى 55 هجرية. لما تم بناء مدينة القروان عزله سيدنا معاوية من قيادة جيش شمال إفريقيا، فرجع إلى الشام واستخلفه في مكانه أبو المهاجر دينار الذي بدوره فتح الجزائر وأسس فيها أول مسجد يوجد في ولاية ميلا يقاله مسجد سيدي غانم. لما توفي معاوية ابن أبي سفيان خلفه ابنه يزيد، أين أعاد عقبة إلى قيادة الجيش وأمره باستكمال ما بقي من شمال إفريقيا. عقبة بن نافع شكل جيش كبير، وقبل خروجه الفتح جمع أبناءه وأوصاهم بثلاث وصايا، فقال لهم إني بعت نفسي لله، خذوا عني هذه الوصايا لعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا. أول وصية قال لهم إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر واملأوه بالقرآن، فإن القرآن دليل على الله ويهدي إلى ما كان أخلاق، خذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب وانتهوا عما وراء ذلك. وصية الثانية قم إياكم أن تداينوا ولو بعتم العباءة، فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، دعوه تسلم لكم أقداركم بين الناس ما حييتم.
الوصية الثالثة قال إياكم أن تأخذوا العلم من المغرورين المنخسين الذين يبعدونكم عن دين الله، خذوا العلم من الأهل الورع والتقى، فمن سلم نجا فيما نجا سلام الله عليكم. ثم فتح المغرب العربي كله، تونس والجزائر ومراكش، وصل إلى المحيط الأطلسي بين أقحم فرسه في البحر، حتى ابتلت قوائم فرسه مشيرا بسيفه قائلا: يا ربي وعزتك وجلالك، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد أجاهد في سبيلك حتى لا يعبد أحد سواك. ثم ولى راجعا إلى القروان، لكن طريق العودة أخذ طريق التل الصحراوي، أين مر بمنطقة طبنة حيث فتحها، وهذه المدينة توجد تابعة لولاية باتنا، حيث فتحها وأعطى الأمر إلى جيشه أن يعود إلى القروان فوج وراء فوج. بقيه مع الفوج الأخير به 300 من الصحابة والتابعين مرورا بمنطقة تهود. هذه المنطقة كانت تسمى تهود سابقا، أما المدينة فهي تبعد عن مدينة سيدي عقبة حوالي 4 كيلومتر، لكن المعركة وقعت في هذا المكان، حيث حاكمها كان له اتصال مع أحد زعماء البربر يقال له كسينة، بأن عقبة في جيش قليل تستطيع القضاء عليه، فنصب له كمين في هذا المكان. لما رأى عقبة ذلك الجيش الجرار شجع جيشه الذي معه حوالي 300 على القتال، فدارت معركة هنا حيث سنة 63 هجرية الموافق ل 683 ميلادي. في السنة الشريفة أن الشهيد أين يسقط؟ يدفن. لهذا نجد قبور الصحابة والتابعين الذين استشهدوا مع عقبة بن نافع قبورهم معطلة هنا وهناك. لهذا نجد قبور الصحابة مثل أبو عساكر، أبو مهاج دينار، سيدي التومي، سيدي سنان، يعني كلهم موجودين بقرب هذا المسجد. كيف عرفوا بأن هذا قبر عقبة بن نافع؟ عثروا على هذه الصخرة، هذه الصخرة التي عثروا عليها تدل عليه. لماذا؟ لأنها مكتوبة بالخط الكوفي قبل التنقيب، فهي منقوطة مكتوب عليها هذا قبر عقبة ابن نافع رحمه الله، كانت فوق الضريح فوق قبر عقبة بن نافع. لما قاموا بالتوسيع والترميم عثروا عليها فنزعت من ذلك المكان ووضعوا فيها لياها العام والخاص. عليكم السلام ورحمة الله. بعد ذلك بدأت مدينة سيدي عقبة تعمر، لأن نعرف أن المدن تقام على مصادر مياه الأودي والأنهار والمنابع، لكن مدينة سيدي عقبة ليس بها واد دائم جريان، إنما هي موسمية. لكن في مدخل المسجد، يعني أمام المسجد، هناك بئر. لما حفرت هذه البئر بدأت الناس تأتي إلى الصحابي وتسكن بجانبه. في القرن الرابع هجري هناك أحد الأمراء أرسل مجموعة من الهدايا، من بين هذه الهدايا هناك بأب عمره أكثر من 1000 سنة، نستدل به كذلك على قدم هذا المسجد، لأن عمر هذا المسجد أكثر من 12 قرن، تمر عليه توسعات وترميمات. آخر توسعة بالشكل هذا وقعت في زمن العثمانيين سنة 1798 ميلادي، فاستعملت المادة الأولية للبناء هي جذوع النخيل وقوالب الطوب الطين وكذلك شجر العرعر. هذا بالنسبة للمسجد كيف بني. أوكي. شكرا. شكرا ميرسي. شكرا. في لشهيد عقبة بن نافع شهيد. شهيد. إيسي في هذا المكان. نعم استاذي مكان بس شهيد. لا هذا مكان الاستشهاد شهيدي فيه، لانه قلت لك في السنه الشريفه ان الشهيد اين يسقط يدفن، مثله مثل سيدنا حمزه في احد دفن في ذلك المكان. اذا عقبه سقط هنا دفن هنا، لكن هذه المنطقه كانت تسمى تهوده. اوكي ليس في تلك تهوده يا ليس تلك المدينة، هذيك توجد المدينة، لكن المعارك دائما تقع خارج الأسوار. أوكي. إذن هنا مكان المعركة. مكان المعركة هنا. هي هذا المكان. ها
حاجی دا وی چې دلته کې د کم دې کې د ښخته نو په دې ځکه د دې قبر مبارک چې کم دې نو د دلته کې هم شهید شوی دی په دې ځکه ښخ کړي دا یو ډیر غټ معلومات او امید لرم چې هر رحم دول ما کرام دي دې بدا میسج په وړاندې باندې بوزي او دا چې کم دې په اړه به کې بیان کو نو امید لرم چې دا یې په سمج کې به راضي ډیر دا غشتې دې ترجمه بو کې دا ډیر ضروری ده نو الله پاک دې دې ته غوړ کې چیرې دې دومره دا کو او خدای پاک دې دا جی دا جمعه ته او ان شاء الله چې کم دینو دا بیا به نور غپ لګو او السلام علیکم.